نكون في هذه الحصه ان شاء الله غنحاول نبداو نوريكم في هذه الحصه كيفاش تتحدوا عمده عدد العقاد انطلاقا من الشكل المثلثي. قال لك حدد عمده العدد العقاد الثانيه، عاطيك زيد واحد كتساوي واحد ناقص اي عامل واحد زائد اي جذر ثلاثه. هذا خصنا نعتمدوا على الشكل المثلثي. اشنو نقول؟ نقول لدينا سانتو مزيان، لدينا معيار تاع واحد ناقص اي يساوي جدر، واحد اوكار زائد ناقص واحد اوكار يساوي جدر اثنان. اذا واحد ناقص اي يساوي جدر اثنان عامل. كتحاول تحسب المعيار تاع هاد، وموراها غتحاول تحسب المعيار تاع هاد. دابا اول حاجه غتحاول تكتب هادي على الشكل المثلثي، وموراها غتكتب هادي هي على الشكل المثلثي. دابا نحاول نكتبو. دابا اش غتكتب؟ ممكن دير نكتب واحد ناقص اي وواحد زائد اي جذر ثلاثة على الشكل المثلث. تقدر تكتب نكتب واحد ناقص اي وواحد زائد اي جذر ثلاثة على الشكل المثلثي. ولا دير لدينا، اما دير هادي ولا دير لدينا، بحال متفقين حتى بالفعل متفقين. دابا هادي غنحاولو نكتبوها على الشكل المثلثي. الشكل المثلثي اول حاجه قلت لكم خصكم تحدوا المعيار الموديل، انا لان هذا الشكل المثلثي كاين في الكمبيوتر دابا كيعرف هذا الشكل المثلثي. زعما كاين هو الفورميل تريغونوميتريك، لو فورميل تريغونوميتريك بالفرنسي. واحد ناقص حسبنا الموديل تاعها. اذا غنعملو الفاكتوريزو غاسيم 2، هي غاسيم 2 عامل. هذه شحال؟ واحد مقسوم على جدر بجوج كنقسمو على ناقص اي واحد، ولا ناقص سمحوا لي ناقص اي على جدر جوج. اش كتقول؟ كتقول جدر بجوج خصو يكون في المقام. اذا نطلع الفوق نضرب فيه ونفسه ونطلع الفوق، اش تقول؟ جدر جوج عامل جدر جوج على جوج ناقص جدر جوج على جوج سمحوا لي ناقص سمحوا لي جدر جوج على جوج اي. هاي تابقي كتشد كالكول يا سيدي، كدير شيفت كوس موان زاد تاع جدر جوج على جوج، كتشتاك لونجل هي بي سور 4 بي سور 4 بي سور 4. اش كتقول؟ كتساوي غاسين دو 2 فاكتور كوس بي سور 4 موان اي سينيس بي سور 4. تابقي نكملو. دابا كتقول عندي هنا كوس بوزيتيف وسينيس نيجاتيف، إذا هذا ماشي شكل مثلثي. كتقول ندوز الدائرة المثلثية، هاي هنا كاين محور ديال الكوس، هنا محور ديال السينيس، هنا كاين تيتا، هنا موان تيتا، هنا بي موان تيتا، هنا بي بلوس تيتا. اش كتقول؟ كوس بوزيتيف، ها كوس بوزيتيف هو سينيس نيجاتيف. السينيس نيجاتيف الزاوية شناهي؟ الزاوية حتك هاي ناقص تيتا. إذا اش تولي هنا ناقص بي لابا، غتولي غاسين دو 2 فاكتور دو كوس موان بي سور 4 بلوس اي سين بي سور 4. اش غتولي؟ غاسين دو 2 موان بي سور 4. تابقي دابا غدير دابا غدوز. ولدينا أيضا ما غيكفيش هاد التيسع، أنا غندوز ليكم هنا هاي. ولدينا أيضا غندوز لهذا تاعو الموديل دو أن بلوس إي غاسين تخوا إتيكا هي جدر واحد أو كاري بلوس إي غاسين دو تروا أو كاري. لا كنحيد اي، سمحوا لي على قبل الخطأ. تشوف جدر واحد اوكاري زائد جدر ثلاثة اوكاري تتساوي جدر واحد زائد ثلاثة تتساوي اثنان. اذا كتقول من عطاني الموديل اثنان غنحاول نعمل بلو موديل، يعني نحاول نعمل بجوج. اذا واحد زائد اي جدر ثلاثة غتولي جوج عامل،
هنا عملت بجوج، إذا علاش غنقسم؟ غنقسم على جوج، هاي هو واحد على جوج، زائد إي يجدر ثلاثة على جوج. دابا غتشد الكالكيلاتريس أسيدي، غدير شيفت كوس موان زد ديال واحد على جوج، شيفت كوس موان زد ديال واحد على جوج، غتلقى لونجل هي بي على ثلاثة، هاي كتساوي جوج عامل كوس بي على ثلاثة زائد إي سينيس بي على ثلاثة، كدير كتساوي جوج بي على ثلاثة. ها صح، باش تكونو فهمتوني في القضية تقريبا، هادشي المثلث الأول، هادشي المثلث الثاني. دابا خمسة حصبور باش نكمل ليكم هنا الشكل المثلثي، تنخلي إذا زيد واحد اش كتساوي الشكل المثلثي تاع هذا اللي هو شي دير جوج موان بي سير كاتر فوا الشكل المثلثي تاع هذا اللي هو جوج بي سير تروا. كنت قلت لكم في فيديو فيديو خاص بالعلاقات، كنت قلت لكم واحد العلاقة خصكم تكونوا حافظينها، المهم دابا ملي كتبت الاشكال المثلثية اللي محتاج ليهم كنت قلت لكم واحد العلاقة غنذكركم بها، نذكركم بالعلاقة الأولى كنت قلت لكم إلا كان عندكم زاد واحد كيتكتب على شكل ار تاتا وزاد جوج كيتكتب على شكل ار بريم تاتا بريم، وكان عندكم جوج زاد واحد زاد جوج اش تيساوي هو ار ار بريم تاتا زاد تاتا بريم، الزوايا كتجيب هاد العلاقة اللي كتبت ليكم. حنا عندنا دابا الضرب اش غيولي؟ غتولي هي شي دار جوج جوج ناقص بي على ربعة زائد بي على ثلاثة هي جوج زيد جوج من المقام واحد هو 24 ثلاثة بي ناقص ثلاثة بي زائد أربعة بي، أربعة في ثلاثة سمحوا لي 12 ماشي 24، أربعة في ثلاثة هي 12 سمحوا لي، أربعة في ثلاثة هي 12. المهم معنا متفقين دابا اش غتولي؟ هي جوج زيد جوج بي سير دوز، إذا لارغيمون تاع زيد واحد لي هي هادي هي بي على 12، تافقين دابا ولا لا؟ بي على 12 تافقين في هادي ولا لا؟ تافقين. دابا غندوز للتان، تصنتو لي دابا في التان، تصنتو لي دابا في التان، تصنتو هاد الشكل المثلثي غنحتاجو غنبقى نخدم بيه في التمرين كامل. المهم غنقيدو غنقيدو باش نعقل عليه، غنقيد الشكل المثلث تاع واحد ناقص اي هو هذا، هاهو زيد واحد كيساوي الشكل المثلث تاع هذا نقيدو هاهو هذا كيساوي جدر جوج موان بي سير كاتر، هاهو باش بغينا نعاود نحسب الشكل المثلث تاع واحد زائد اي جدر ثلاثة هو هذا هو جوج بي على ثلاثة. المهم انا كتبت تبقى المهم انا كتبت لا حاجة دابا في زيد جوج عاطيك زيد جوج تبقى معايا زيد جوج عاطينا كتساوي سيدي عاطينا واحد ناقص اي على واحد زائد اي جدر ثلاثة اش كتساوي؟ شنو هو الشكل المثلث تاعنا؟ جوج موان بي سور كاتر، الشكل المثلث تاعنا جوج غاسين دو دو حبة نسيت أن غاسين دو دو، نسيت أن غاسين دو دو سمحولي ها، جوج بي سور طرب، تاقي، دابا إلا كان عندكم خارج اش غتولي؟ هاي القاعدة إلا كان عندكم خارج، ها القاعدة غتبقى هي نفسها، دابا زيد واحد على زيد جوج كتساوي ار على ار بريم تعطى ناقص تعطى بريم. إلا كان عندكم خارج كيولي فرق في الزوايا، هنا اش غتولي؟ هي كتساوي جدر جوج على جوج ناقص بي على ربعة ناقص بي على ثلاثة، تساوي جدر جوج على جوج، هنا مقام واحد شحال؟ مقام واحد عندنا هو 12 يعني ناقص ثلاثة بي ناقص ربعة بي ناقص ربعة بي
اش كتساوي؟ جدر جوج على جوج ناقص ثلاثة بي ناقص أربعة بي شحال؟ هي ناقص، فكروا معايا، هي ناقص تمنية بي على اتناش. ناقص تفكر تمنية وغتقسم على اتناش، سمحوا لي ناقص سبعة تالت، سبعة ماشي تمنية، سبعة. إذا من خلال شاش كتسنج؟ يعني لارجيمون تاع زيد، تاع زيد جوج تساوي توافق سب موان سبعة بي على اتناش أو مو دي نوم دو دو بي. حقاش هذا السؤال قال حديد لارجيمون، لارجيمون هو هاد الزاوية اللي كيكون هنا تافقين. دابا غادي زيد تلاتة، زيد تلاتة اش عطينا في زيد تلاتة؟ عطينا تشوفو معايا زيد تلاتة عطينا فيها، عطينا فيها واحد على جدر ثلاثة زائد واحد، جدر ثلاثة زائد اي، هو هادي اللي عطينا فيها. دابا هادي نبدل عليها، تعرف ركزوا معايا، هذا نوريكم واحد الطريقات كيعطيك تحدوها. الطريقة الأولى تبقى القاعدة، غتولي واحد على زائد واحد كتساوي واحد على ار ناقص تاتا، بحال كتجبر هاد تاتا عطيها زيرو، غتبقى هادي ار، هادي تاتا ملي طلعت فوق غتولي ناقص تاتا. هاي طبقوا القاعدة، هادي الحل الأول، الحل الأولى، الحل الأول شنو نكتبو؟ غنكتبو هنا نكتب جدر ثلاثة زائد اي على الشكل المثلثي. تبعو معايا، نقول لدينا المعيار تاع جدر ثلاثة زائد اي يساوي جدر ثلاثة أو كاري زائد واحد أو كاري، جدر ثلاثة زائد واحد جدر ربعة. شحال تيساوي جدر ربعة؟ جوج. دابا اش غنعمل دابا؟ بجوج غتولي جدر ثلاثة زائد اي تساوي جوج عام، جدر ثلاثة على جوج زائد واحد على جوج اي. عملت بجوج، عملت بالمعيار، ديما كنعمل بالمعيار. اش قلت لكم؟ هنا مكيناش جوج، غتقسم على جوج، غتقسم على جوج، تافقين ولا لا؟ تافقين. غتشد الكالكول غادي شيفت كونس موان زاد جدر ثلاثة على جوج، عطيتكم الزاوية هي بي على ستة، بي على ستة. أبغى غير تشوفون غتكون كتساوي جوج عامل كوس بي على ستة زائد اي سينيس بي على ستة. اش تساوي؟ هاي جوج بي على ستة، هادي جدر ثلاثة زائد الشكل المثلث تاعها. ألوغ واحد على جدر ثلاثة زائد اي يساوي واحد على جوج بي على ستة. اش يساوي؟ هو الشكل المثلث تاعها هو واحد بي على ستة اللي طلع فوق هو واحد على جوج، قلنا واحد على ار تاعها ملي طلع فوق تولي ناقص تاعها، يعني ناقص بي على ستة. ملي ساليت من هادو اش غتقول؟ غتقول إذن لارجيمون هي زائد ثلاثة من هاد سالي هاد، غتقول إذن أرجيمون هي زائد ثلاثة اللي هي هادي اش غتقول؟ ناقص بي ستة أو موديلون دو دو بي. تافقين ولا لا؟ تافقين. دابا نوريكم الطريقة التانية، دابا الطريقة التانية هادي الطريقة الأولى، الطريقة الأولى نعاود نشرحها لكم. درنا واحد على جدر ثلاثة زائد اي تساوي واحد على جوج في على ستة اللي هي واحد على جوج ناقص اي على ستة. هاد طيطا ملي طلعت فوق ولات ناقص طيطا، هاي هادي كانت الزاوية فيها طيطا، طلعت فوق ولات ناقص طيطا، إذا هادا تولي ناقص بي على ستة. هاي إذا لارجيمون هنا هو ناقص بي على ستة. تشافتي دابا تسانتويدو، تسانتويدو مزيان دابا، ركزو معايا. ندوزو دابا للطريقة التانية. دابا الطريقة الأولى هي هادي، اعتمدنا على هاد القاعدة اللي كيكون هنا. الطريقة التانية مغنعتمدوش على الطريقة التانية، غنعتمدو على القاعدة ديال الخارج. دابا عندك هادي، عندك الشكل المثلث تاعها، هاو اش بقالك؟ واحد، واحد خاصك تكتب الشكل المثلثي تاعو. اش قلنا قبل شنو غادي؟ لدينا لكم قاعدة واحد أكبر من الصفر، إذا الشكل المثلث تاع واحد شنو هو؟ واحد
زيرو. لحقاش قد يكون قبيلة أ إلا كان كبر من زيرو، إلا كان زد تساوي أ، و أ إلا كان كبر من زيرو، الشكل المثلث تاعو هو أ زيرو، يعني واحد فاصل نقطة زيرو. تاقيم لا تاقيم، إذا أش غيولي زد، إذا أش غيولي زد ثلاثة، غيولي واحد زيرو اللي هو هذا، جوج بي على ستة هاي، جوج بي على ستة هاي. أشنو قلت لكم قبيلة إلا كان خارج؟ زيد واحد مقسوم على زيد جوج، نذكركم بالقاعدة، زيد واحد مقسومة على زيد جوج، كتولي إر مقسومة على إر بريم تيتا ناقص تيتا بريم. هاد القواعد بغيتكم تكونوا حافظينهم، وغادي نلوح ليكم غنلوح ليكم في الديسكريبسيون، راه غدا ولا بعد غدا نحاول نلوح ليكم في الديسكريبسيون. المهم غنحاول نلوح ليكم اليوم في أقرب وقت، نحاول نلوح ليكم القواعد هادي، قواعد الألات العقلية كاملين غنلوحو ليكم، ماشي تولي واحد على جوج زيرو تيتا ناقص تيتا بريم، يعني زيرو ناقص بي على ستة، اللي هي ناقص بي على ستة، واللي هي هادي. تفهم ولا لا؟ تفهم. دابا غندوز دابا غندوز لحاجة أخرى قالت لي. المهم نخلي الشكل المثلث تاع هذا لحقاش غنحتاجو. دابا شفاك في مثال آخر، عفاك زيد يساوي واحد ناقص اي على جذر ثلاثة زائد اي لو تو على بويسونس سيس. عندك الفوقاني، عندك الشكل المثلث تاعها، تعوض. إذا زيد يساوي جذر جوج ناقص بي على ربعة. عندك الشكل المثلث تاع هذا، جذر ثلاثة ناقص زائد اي، ها هي على جوج بي على ستة، كل أس ستة، ها الخط كسر بطبيعة الحال. هنا كاين، هنا كاين خط كسر كبير. اش يساوي؟ اش غدير؟ غتطبق القسمة هي الأولى، عاش تطبق الأس، غتطبق القسمة هي الأولى، عاش غتطبق الأس. هنا كاين الطريقات اللي غنوريو ليكم دابا تنطلق، كاين إما تطبق القسمة إما تطبق الأس. المهم طبقوا القسمة، احسبوا القسمة، ها هي عندنا القاعدة تاع القسمة، أنا مبغاش نطيب، هي جدر جوج على جوج، هاي القاعدة تاع القسمة، زيد واحد على زيد جوج، يعني هاد الشكل العقدي، الشكل هذا على هذا، هذا على هذا. يعني ار على ار بريم تيتا ناقص تيتا بريم، يعني هاد ناقص بي على ربعة ناقص بي على ستة، فاصلة ناقص بي على ستة ربعة ناقص بي على ستة وستة، غتبقى وستة تساوي جدر جوج على جوج. دابا عندك واحد المقام، هاد المقام واحد هو صفر ربعة اللي هو 24. تافقين تافقين هاد الفعل، تافقين سيف بي، سيف ناقص بي، ناقص سيف بي ناقص ربعة بي، ناقص سيف بي ناقص ربعة بي وستة، جدر جوج على جوج تنحسب هادي، ناقص ستة ناقص ربعة هي ناقص عشرة بي على ربعة وعشرين، وستة بطبيعة الحال، عشرة على ربعة وعشرين شحال؟ عشرة على ربعة وعشرين ناقص ستة بجوج، بلاصة عشرة غتبقى خمسة، وبلاصة ربعة وعشرين شحال تبقى؟ غتبقى 12، غتبقى 12، غتبقى جوج في ربعة وعشرين هي 12، عندك ناقص عشرة على 24 من تسوى في الكالكول غتعطيكم هي ناقص 5 على 12، لحقاش 24 هي جوج في 12، و 10 هي جوج في 5، جوج غطي ربع جوج غتبقى 5 على 12. تعقل ولا لا؟ تعقل. إذا غيولي الشكل المثلثي هو كالتالي، سمحوا لي مسح الصبورة باش نكمل لكم هنا، غيولي الشكل المثلثي غيولي بحق جذر جوج على جوج ناقص خمسة بي على 12 وستة. دابا عندك هادي، ذكر القاعدة ديال الأس، ذكر القاعدة ديال الأس، هاي عندك شوف ها هي القاعدة ديال الأس، عندك زيد واحد أس إن أش يساوي، يعني هذا كامل أس إن، ياك أش يساوي هو إر أس إن إن تيتا، هاد إن كيهود حتى العمود، ها هو هذا اللي غطبق، يعني غتولي جذر جوج على جوج وستة، ستة
ناقص تا خمسة بي على 12. هذه الدرجة شكون أسة غتحسبوها في كالكول غتعطيكم جي درج جوج على ربعة ستة. هادي نحسبوها في كالكول ستة شحال ستة هي جوج ثلاثة. اتصلتو ليا اتصلتو ليا اتصلتو ليا اتصلتو ليا اتصلتو ستة شحال ستة ستة شحال ستة ستة شحال ستة ستة شحال ستة هي جوج في ثلاثة. تعرف ستة هي جوج في ثلاثة جاتها مع الشاش تبقى غتبقى هنا 12. 12 شحال 12 هادي بلاتي 12 شحال 12 شحال 12 هي جوج هي جوج في ستة. اه 12 هي جوج في ستة 12 هي جوج في ستة غتبقى ناقص خمسة بي على جوج تبقى 12 هي جوج في ستة. ستة غتمشي مع ستة غتبقى ناقص خمسة بي على جوج. ها هو الشكل المثلث ها هو وهذه سمحوا لي حسبوها في كالكول ما عطيتكمش هاد القيمه. هاد الناس سبوها في كالكول المهم غنعطيكم المهم المهم تحسبوها في كالكول. هادي غنخليها انا جدر جوج على جوج الكل وستة تتحسبوها نتوما في كالكول حقا ما عطيتنيش هاد القيمه. القيمه هادي اللي تكون اس ثلاثة ما عطيتنيش هاد القيمه هادي اللي تبدا بانا تتحسبوها في كالكول وتكتبوها متافقين. اذا بنات سالي ولا غتقولو ارغيمون تاع الزيت اللي هي هادي تساوي توافق ناقص خمسة بي على جوج أو مونديون دو دو بي تافقين. دابا تصنتوني دابا دابا نوريكم الطريقة التانية. الطريقة التانية اللي غادي ركزو معايا غنمسح هاد الصبورة باش نوريكم الطريقة التانية. مسح هادي ومسح هادي ومسح باش نوريكم الطريقة التانية. الطريقة التانية اللي غتولي غدير هاد الزيت يساوي كي غيدير الطريقة التانية هاي يجي دير جوج ناقص بي على ربعة وستة. هاد ستة غيفرق على هادي وهادي جوج بي على ستة وستة اش تساوي هادي اش دير جوج وستة حقا لقينا القاعدة زاد أس إن هي إر أس إر أس إن فاصل نقطة ناقص ستة بي على ربعة. علاش درت ناقص ستة بي لحقاش إن كتنزل حدا طاعتها ستة غتنزل حدا الزاوية ستة غتولي هنا هاي إن ولا حدا العمدة طاعتها ستة إن ولا حدا لارديمون طاعتها ستة غتولي حدا ناقص بي على ربعة هاي هنا جوج وستة طبيعة الحال غتبقى بحال هكا غتبقى معقوفات جوج وستة فاصلة ستة بي على ستة تافقين. دابا نكمل غتعطيني غتولي تساوي هادي هي هادي هي جدر جوج وستة ناقص ستة تقسم مع ستة وقسم على أربعة غتبقى ناقص ثلاثة على جوج بي. أنا أشرح لكم علاش دابا غتشدو في كالكول ستة وقسم على أربعة ستة هي ثلاثة في جوج أربعة هي جوج في جوج جوج تجتاز من جوج غتبقى ثلاثة على جوج هاي مع ناقص ناقص ثلاثة على جوج ستة تجتاز من ستة غتبقى جوج وستة بي. يعني دابا هادي سمحوا لي نعاود نكتبها لكم بشكل واضح. يعني دابا هادا اش غتولي هاي غتولي كي دير جوج وستة ناقص ثلاثة بي على اثنان على جوج وستة بي اش غتساوي غتساوي بحال دابا ولات عندك زيد على زيد على العقادي على عدد العقاد. يعني تقول كي دير جوج وستة على جوج وستة ناقص ثلاثة بي على اثنان ناقص بي هذه هي جدر جوج على الكل وستة واحد مقام تما مقام واحد وجوج ناقص ثلاثة بي ناقص اثنان بي هي جدر جوج على جوج وستة ناقص خمسة بي على اثنان تافقين لحد بكري تافقين. دابا دابا غنكتفيو بهاد القدر هذا من التمارين هادو في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول ندير لكم الشكل المثلثي. نحاول نخدم معكم آخر تمرين في الشكل المثلثي. آخر تمرين غيكون هو في الحصة المقبلة إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.